الحمد لله اللي كاين الموت. انا كتبان لي الموت بوحدها هي اللي فيها تكافؤ الفرص. الله سبحانه وتعالى هو الوحيد اللي كيحكم بالعدل، حيت هو اللي خلق الفقير وخلق الغني. تلتقى المال والسياسه فانتظر الساعه. كنتمنى من الله عز وجل ان هذه الحلقه هذه تنتشر ما بين عموم المغاربه، ما بين عموم الناس، باش ما تخربوش البلاد ديالكم بيديكم. هادشي اللي غادي نقول لكم انا دابا اخوتي المغاربه، ما عمركم سمعتوه، اول مره غادي تسمعوه، وحتى واحد ما كيردش البال لهادشي هذا اللي غنقول انا دابا. ومنهم سي حميد المهداوي الصحفي النزيه الذي اكن له كل الاحترام من خلال هذا المنبر هذا المتواضع، اللي كنتمنى من الله عز وجل انه يدير كويس داتا بليقه ما يتصنت لهادشي اللي غادي يقول له هذا العبد هذا المامور، هذا العبد هذا الضعيف. وكنتمنى حتى من المسؤولين في البلاد يتصنتوا لهاد الحلقه ديالي، يديروا كويس داتا ويتصنتوا لهاد الكلام اللي غادي نقول لهم انا دابا، حيت بزاف الناس كيجهلوا هاد الامور هذه ما كيردوا لهاش البال. لذا فبقى معايا ما تمشي فين، لان الحلقه راه غادي تكون شيقه ان شاء الله الرحمن الرحيم. غادي نهضر لك على شي مسائل عمرك سمعتيها. شكون اللي اسس جريده جون افريك؟ البشير بن احمد، هذا السيد هذا تونسي. شحال من واحد غادي يصحاب له بان قاوري هو اللي اسس جريده جون افريك؟ تونسي البشير بن احمد، وتوفى بالكوفيد على ما اظن في 2021 عن سن يناهز 93 سنه. عاش بزاف البشير بن احمد. وشكون اللي ورط على ما قالوا البعيوي وسعيد الناصيري واسكوبار الصحراء؟ شكون اللي ورطهم على ما قالوهم؟ انا ما كنتيقش بديك الهضره هذيك الخاويه. قالوا بان نينا كوزلوفسكي هي قال لك فرنسيه، ولكن سمع السميه صعيب تنطقها كوزلوفسكي. هاد السيده هادي من لوروب دوليست، ولوروب دوليست صعابين بزاف عليكم المغاربه، وردوا البال منهم حيت صعابين بزاف، كيديروا لي سبيوناج وخطار في داكشي ديال بوشالوغاي، وكيوصلوا الهضره وهما يعني زنادق بحالهم بحال الثعلب. وهاد السيده كانت في المغرب كلات الغله وكتسب المله، كانت في المغرب وتهلاو فيها المغاربه، هزات الخبيره ومشات وطحنات المغاربه النيت. انا غادي نشرح لكم ونفسر لكم شحال ديال الناس غالطين في هاد المسائل هادي اللي غنقول انا دابا وما كيردولهاش البال. هاد السيده هادي كوزلوفسكي هي من لوروب دوليست، هي ماشي فرنسيه، صحفيه قال لك هي اللي ورطت البعيوي واسكوبار الصحراء وسعيد الناصيري. وانا غادي نشرح لكم علاش ورطتهم، وعلاش بالضبط البعيوي، علاش بالضبط البعيوي، على غير البعيوي بوحدو اللي فاسد كاع في المغرب، علاش ما ورطناش وحدين اخرين وواحد وواحد والاخر والاخر والاخر، ولكن البعيوي بالضبط. باش اخوتي المغاربه قلت لكم اذا التقى المال والسياسه فانتظر الساعه. انا مثلا لاباس عليا، عندي السلطه والنفوذ المال والجاه، عندي كل شيء في يدي، نقدر ندير اي حاجه بغيت. نقيد دعوه بواحد السيد فقير في السيمانه الاولى غيتناقش الدوسي ديالو في المحكمه، وغادي تحكم وغادي يطرقوا عليه في بوركيز ولا في عكاشه السيمانه الاولى. ولكن الا قمنا بالعكس، هذاك السيد الفقير، كلنا فقراء تحت الله سبحانه وتعالى، الا دار بيا دعوه انا لاباس عليا. بالمناسبه انا ماشي لاباس عليا في الفلوس، لاباس عليا في الصحه ديالي الحمد لله، ما عندي ما ندير بالفلوس، الله ينعلبوا الفلوس، انا لاباس عليا في الصحه ديالي. الا دار هذا الفقير بيا دعوه انا لاباس عليا، وهو فقير، كلنا فقراء تحت الله سبحانه وتعالى، الدواسا ديالي غيبقاو يسيركيليو في المحاكم ديال المغرب كلهم لمده 40 سنه، ولكن عمرني نتحكم، ما عمر نتحكم، وغيبقاو في الارشيف الدواسا ديالي، حيت ما كاينش اللي يقدر يحكم عليا، حيت انا هو اللي في يدي الساروت ديال اي واحد. وهذاك السيد اللي غيحكم عليا ما يقدرش يحكم عليا، لان عارف بان شد علي اسرار مثلا، ولا نقدر نورطو في شي حاجه، ولا كاع نقدر ادعي الضروره كاع حتى للقتل. انا غادي نشرح لكم ونفسر لكم باش تفهموا. الفساد كاين في اوروبا اللي هي دول ديمقراطيه، ماشي المغرب، حنا اللي كنقولوا دوله ناميه فيه الفساد فيه كذا فيه. الدول الديمقراطيه اللي كتدعي الديمقراطيه ما فيهاش حقوق الانسان كاع، وفيها الفساد كثار من المغرب. ولكن ما كتلاحظوش انتم هذا الشيء هذا، واش ما عندكمش الانترنت؟ بيرلسكوني 40 سنه والدواسه ديالو كيسيركيليو في المحاكم، حتى واحد ما قدر يحكم عليه، اللي عنده القدره يحكم عليه، الماجستير اللي يقدر يحكم عليه يحكم عليه. بيرلسكوني عنده علاقه مع المافيا الصقليه، وعنده علاقه مع ناس صحاح وكبار، وعنده ثروه تقدر بثمانيه ديال الملايير دولار صافيه. شكون اللي غيقدر يحكم على هذا السيد هذا؟ الماجستيرال اللي غادي يحكم على بيرلسكوني بات ما يصبح مكسل حدا الدروج ديال الدار ديالو، غادي تقتلو المافيا الصقليه. ما كاينش اللي يقدر يحكم عليه. قولوا لي بيرلسكوني اللي هو في الطاليان اللي هي دوله ديمقراطيه قال لكم عندها حقوق الانسان، والمغرب كيبان قدام الطاليان صغير، يلاه دوله ناميه، فين هاد حقوق الانسان؟ 40 سنه والدواسه ديال بيرلسكوني كيسيركيليو في المحاكم، وحتى ماجستيرا ما قدر يحكم عليه حيت كيخافوا منه، حيت عنده يد مع المافيا،
حيت كان اوم دافير عنده 8 ديال المليار دولار، كان كيخدم مع المافيا، كان كيدير التزوير، كان كيدير اي حاجه، والبوليس عندهم عليه دليل مادي وما قدروش يشدوه. عنده الفيول، عنده التزوير، عنده التهرب الضريبي، عنده مشاكل عديده، تعفى من السجن وما قدروش يسجنوه الا واحد هو اللي قدر عليه، الله سبحانه وتعالى الواحد القهار. قتلوه في 2023 وطلعوا لعندو عن سن يناهز 86 سنة، وتا واحد ما قدر يحاسب بيرلسكوني، وهو في دولة سميتها الطاليان اللي عندهم الحقوق، حقوق الإنسان وعندهم القانون، وكيتقتلوا عندهم لي ماجيسترا. وريني في المغرب اللي دولة نامية، احنا ماشي دولة ديمقراطية كما كيقولوا هما، احنا غير دولة قال لك نامية وصغيرة. وريني واش عمرك سمعتي على شي قاضي تقتل ولا محامي تقتل؟ ما عندناش حنا هذا الشيء، هذا هادشي كاين في الدول الديمقراطية. الطاليان كيقتلوا لي ماجيسترا، وعندهم رئيس وزراء فاسد من راسه حتى لرجليه فاسد، عنده الفيول، عنده الناس بتزوير تهرب الضريبي، كيخدم مع المافيا كاع، هو رجل سياسة ومع المافيا وخدام في السياسة وفي البرلمان، وصاحبه ديال أوتري اللي تشد في لبنان وتحكم بسبع سنين ديال أوتري، هو في مجلس الشيوخ قال لك، عضو في مجلس الشيوخ الإيطالي عباد الله، هذا السيد رجل سياسي كبير وتحكم في لبنان، شداتو شكون؟ الانتربول، شدوش المخابرات ديال الطاليان ولا الانتربول اللي شدات ديال أوتري في لبنان وتحكم بسبع سنين، هو صاحب هذا السيد هذا اللي سميتو ديال أوتري، كان في مجلس الشيوخ الإيطالي، هو اللي كان وسيط ما بين بيرلسكوني والمافيا الصقلية كوزانوسترا، سميتها كوزانوسترا، هو كان وسيط. هذا السيد قال لك رجل سياسي، هو وسيط قال لك مع رجل سياسي واحد آخر كيتوصلوا مع المافيا الصقلية. بيرلسكوني خدم واحد السيد عنده مسؤول في الإسطابل في الفيلا ديالو، هو اللي كيقوم بغسيل الليرات الإيطالية، الأموال ديال المافيا كان كيقوم بالغسيل ديالها مجبرا، كان مجبر كيقوم داكشي هذا، كل غادي تقتل ولا غادي يقتلوا بيرلسكوني اللي كان هو رئيس وزراء إيطاليا، فاسد من رجليه حتى للراس ديالو، وما كاينش حتى واحد اللي يقدر يحاسبو. أخوتي المغاربة، غادي نطرق للمشكل ديال البعيوي، وغنشرح لكم بعض الحقائق اللي كتجهلوها. وكنتمنى من السي حميد المهداوي الصحفي النازي يتصنت الكلام ديالي، حيت هو كلام مفيد، خصو يتصنت مزيان لهادشي اللي غادي نقول انا دابا. كيف يعقل ان هاد السيدة هادي، هاد نينا اللي جايه من لوروب دوليست باش تخرب المغرب؟ انا ماشي انا جيت كندافع على البعيوي ولا سعيد الناصري وكذا، انا ضد الفساد، ولكن كنشوف شي حوايج يعني كنبغي غير نفهم كومون سا سباس. وكان المغاربة اللي حكموا عليهم وهما اللي شدوهم، والقضية ديالنا حنا كنعالجوها براسنا مغاربة بعدياتنا، ماشي مشكل، ماشي يجي واحد مثلا من جهات خارجية هي اللي تجي تورط الناس ديال المغرب مثلا تقول لنا كذا، يورطوا بعدا غير الناس ديالهم اللي غارقين في الفساد من أ حتى لزيد. هاد السيد هذا البعيوي اش كيدير؟ هو مقاول كبير، كيصوب القناطر، الطرقان، لي تونيل، الغيران، كيصوب أي حاجة، الكودرون، كيصوب أي حاجة. إذن شاد المارشي، وكاينين الناس اللي كيبغيو يشدوا داك المارشي دي كونكيرون، وحدين منافسين ديالك مثلا كيشوفوك شديتي واحد القنطره سبقتيهم ليها وكذا، حيت هو رجل سياسي وكيعطي داك الشيء الصفقات لراسو، نيت كيعطي الصفقات لراسو. اش قلت لكم اخوتي المغاربه؟ اذا التقى المال والسياسه فانتظر الساعه. هذا السيد هذا المسمى بالبعيوي هو رجل سياسي، الا كنت انا مثلا رجل سياسي وام دافير، حيت هو رجل سياسي وام دافير في نفس الوقت رجل اعمال، انا نكون ام دافير ورجل سياسي نعطيني الصفقات لراسي والفلوس اللي تنعطيهم لراسي، اي حاجه فيها المنفعه ليا مثلا كما كان كيدير بيرلسكوني. الايطاليين خرجوا كلهم وهاجموه، قالوا هذا السيد هذا كيكبر الشركات ديالو كذا، ولكن حنا ما شفنا حتى شي ربح من هذا السيد هذا. وهذا السيد هذا اللي سميتو بيرلسكوني يحكموا عليه 9 شهور مره واحده في السيمانه، غيبقى يمشي لواحد البلاصه فيها المسنين غير يتبرع عليهم بالفلوس ويتهلا فيهم داكشي هذا. هو الحكم قال لك اللي عطاوه حيدوا له 4 سنين وردوا له مثلا غير 9 شهور فيها يعاون عباد الله. واحد الرجل مسن ديك البلاصه هذيك ديال دار العجزه بدا يضحك، قال لك والله الا هذه زوينه، حنايا اللي فقراء كنسرقوا رغيف ديال الخبز كيغرقونا في الحبس، بيرلسكوني دايرها يعني كحله زحله وعطينو، قال لك يلا 9 شهور يبدا، قال لك غير يجي تهلا في المسنين، يقوم قال لك بعمل اجتماعي. هذا هو الحكم اللي حكموا على بيرلسكوني. هذا السيد هذا المسمى بالبعيوي هو رجل اعمال في نفس الوقت سياسي، يعني كياخذ صفقات لراسو، كاينين منافسين ليه ويقدروا يكونوا ناس يعني من خارج المغرب جاوا باش مثلا يستثمروا حتى هما يصوبوا القناطر ويصوبوا الكودرون
يشوف واحد السيد مغربي غتجيو مغربه مغربي حتى هو ولا كيخدم كيصوبوا القناطر حتى هما ويديروا هكذا. دونك غنحاولوا ما امكن نهرسوا ونقلبوا له على شي منتف نغرقوا في الحبس باش نبقاو حنا اللي شادين السوق. ربما شد السوق هو بزاف ديال الناس حتى هو مقاول كيصوب قلنا لكم الكودرون كيصوب القناطر كيصوب اي حاجه. دونك كاينين ناس اخرين اللي بغاو يورطوه يخرجوه من الساحه. خصت هذه القضيه هذه ديروها بعين الاعتبار وتفكروا فيها، ما تقولوش غير البعيوي المخدرات. القضيه ديال البعيوي كتجيني غريبه شيئا ما. هناك احتمال ديال 80 حتى 85% حتى 90% ان هناك جهات خارجيه بغات تورط البعيوي حيت هو مقاول بغات تحيدو من الطريق، ماشي انه رجل سياسي. وكان غير رجل سياسي ما كانش غيوقع له حتى شي حاجه، ولكن بحكم انك مقاول وكدير الصهد وحدين اخرين بغاو يحيدوك من الطريق باش يشدوه مال مارشي ومال اللي شدو السوق، حيت استحوذتي على 90% ديال السوق ديال المارشي وهما ما خليتي لهم والو، خليتي لهم غير اللفتات. دونك بغاو يحيدوك. خصكم تكونوا عارفين اخوتي المغاربه بان المقاولين بعدياتهم كتكون واحد المنافسه شديده، ومشحال من واحد تقتل قتلو حيدوهم من الطريق لان كيدير المارشي لوحدين اخرين. وخصكم تلاحظوا بان غير الا كانوا واحد جوج ديال الحوانت واحد حدا واحد وكيديروا نفس الشيء راه كينوض بيناتهم المشكل، كيبداو يدابزوا ولا كيحرقلو المحل ديالو ولا كيهددوا بالقتل حيت كيديلو الكليان. هذاك كيمشيو عنده الكليان بزاف، الاخر ما عندوش كتجي الغيره منه كيدابزوا بعدياتهم. هادو غير جوج ديال الحوانت غير جوج. انا القضيه كتبان لي معقده شيئا ما. اما بخصوص المغنيه لطيفه رأفت اللي كيتهموها بعض الناس اللي كيقولوا بان عندها يد مع اسكوبار الصحراء في داكشي ديال المخدرات وغسيل الاموال، كنقول لكم اتقوا الله وغنعطيكم الدليل الكافي الشافي اخوتي المغاربه. لطيفه رأفت عاش مع هذا السيد هذا 4 شهور، عرفاتو كيخرجوا يدخل في الهضره، مشات طلبت الطلاق مشات بحالتها، ما خصناش نلبسوا هاد التهمه، مشات بحالتها قبل ما يوقع المشكل. اسكوبار الحقيقي ديال كولومبيا بابلو اسكوبار الحقيقي المرأة ديالو عاشت معاه الحياة ديالها كلها وهي معاه. البوليس ملي كانوا كيقلبوا عليه المخابرات ديال كولومبيا والاف بي اي والروينة نايضة عليه 21 يوم والطير كيقلبوا عليه والرادارات الروينة في ميديلين كانوا كيقلبوا عليه في الجبال. واش كانوا كيقلبوا عليه هو ولا على المرأة ديالو؟ المرأة ديالو كاع اللي عايشة معاه طول الحياة ماشي 4 شهور، ما عمر البوليس جاو دقوا على المرأة ديالو ولا على اختو الاخت ديالو ولا على الولد ديالو الولاد ديالو. كانوا بوحدهم حماوهم البوليس، داوهم لواحد لوطيل وحماوهم البوليس، ودابا راه عايشين في بونيس ايرس في الارجنتين، ما عمر البوليس جا عندهم ضايقهم ولا، حيت ماشي هما اللي كيديروا المخدرات. هادشي هذا يعني واحد السيد معروف في العالم بابلو اسكوبار غرق ميريكان بالكوكايين وكذا، اللي يقدروا يشكوا في المراه ديالو حتى هي معاه. المراه ديالو كدير الكويميله في الكوزينه بوحدها، ما هضروش مع المراه ديالو البوليس، مع بابلو اسكوبار عندهم المشكل ماشي مع المراه ديالو. نتوما لطيفه رأفت عاش مع السيد يلاه 4 شهور وتبعتوها صاحبي لسقتو لها في الدار ديالها، لسقتو لها التهمه البلاكه في الدار ديالها، والسيده بريئه هي من المخدرات وبريئه من هاد المشاكل كلهم ديال المخدرات وغسيل الاموال. كنقول لكم اتقوا الله، لان بابلو اسكوبار كولومبيا ما تهموش المراه ديالو وتبعوها، شدوا الراجل ديالها عندهم حساب مع بابلو اسكوبار ماشي مع المراه ديالو. قالوا الكلام ما قل ودل، اظن ان قلت ما فيه الكفايه. الله يهدي ما خلق الله يهدي الجميع. كنتمنى ليله سعيده للجميع، الى الحلقه القادمه ان شاء الله الرحمن الرحيم يا رب.